واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبه تراءت والدخان يلفها مثل الضباب، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصواب. كذلك قراءة التاريخ تعطي الأمة قدرا عظيما من الاعتداد في النفس. نعم، أن نعتد بأنفسنا، والإنسان لن يقدم أبدا على خطوات متتالية صحيحة ما لم يكن واثقا من نفسه. ولن تكون واثقا من نفسك، ولن تكوني واثقة من نفسك إن لم تقرأي هذا التاريخ وتعرفي وتعرف أن الله تبارك وتعالى إذا رجعنا إليه رجع إلينا سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، كل هذا يحدث. من كان يفكر في يوم من الأيام أن هذه الأمة الصغيرة المستضعفة، أعني العربة في ذلك الوقت، من كان يفكر أنه في يوم من الأيام ستدين فارس والروم لقريش للمسلمين؟ من كان يفكر بهذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، ماذا صنع كسرى؟ أرسل رجلين. نعم، لم يرسل جيشا، لم يرسل كتيبة، أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحضر هذا الرجل إلي، استصغارا واحتقارا للعرب في ذلك الزمان. ولكنها أيام، أيام، نعم أيام، أيام في عمر التاريخ لا تعد. خلال أيام الله تبارك وتعالى يظهر أمر هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتبدأ الفتوحات في خلافة أبي بكر، ثم خلافة عمر، وينتهي شيء اسمه كسرى، وينتهي شيء اسمه هرقل. بماذا؟ بنصرهم لله سبحانه وتعالى، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما حققوا هذا الأمر وهو عبادة الله تبارك وتعالى ولم يشركوا به شيئا، حقق الله لهم الاستخلاف والتمكين والأمانة في الأرض. الأمر الرابع، معرفة أسباب الهزيمة التي تعيشها الأمة. نعم، نحن نعيش في هزيمة، في هزيمة نفسية وفي هزيمة واقعية. نعم، أنفسنا مهزومة، نرى أننا ضعفاء وأننا لن ننتصر، وكذلك الهزيمة التي هي على الميدان، حيث إنه تسلط الكفار على المسلمين تسلطا ما كان قد حدث أبدا في التاريخ، حتى أيام التتار يوم كانت تلك الهجمة الشرسة من التتاري على بلاد الإسلام، كان المسلمون على ضعفهم ينظرون إلى التتار نظرة احتقار وازدراء، ويرون أنهم وحوش بشرية لا يستطيعون مجابهتهم، لكنهم لم يعجبوا فيهم في يوم من الأيام، لم ينهزموا من الداخل، ولذلك انتصروا على التتار. أيام، نعم أيام في عمر التاريخ، أيام ثم انتصروا على التتار. والأمر كذلك نقوله الآن، إننا لو رجعنا إلى الله تبارك وتعالى وذهبت أولا الهزيمة النفسية، ثم بعد ذلك أعددنا العدة التي قال الله تبارك وتعالى عنها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، عند ذلك سننتصر مرة ثانية. نعم، إن معرفة أسباب الهزيمة، كيف هزمنا، ما الذي أعادنا كل هذه الخطوات إلى الخلف، ما أسباب ذلك؟ إذا عرفنا الأسباب تجاوزناها، ثم إذا تجاوزناها وعرفنا الحق اتخذنا
الطريق الصحيح ثم وصلنا إلى مرادنا. ما ترى ألا ترون أننا نمشي خطوات كثيرة ولكنها للأسف خطوات مبعثرة؟ إن معرفة الحق من الباطل ومعرفة الصحيح من الضعيف هو مرادنا في هذه الحلقات التي ستنال إن شاء الله تبارك وتعالى رضا الله ابتداء، ثم أسأل الله تبارك وتعالى أن تنال رضاكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. خلاصة ما ذكرناه في حلقة هذا اليوم هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم تاريخ مشرف، وينبغي علينا أن نقرأه قراءة صحيحة واعية مستندة إلى ما صح من الروايات. ثم كذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبون ويخطئون، ولا يجوز أبدا أن نهمل حسناتهم لقاء مجموعة قليلة جدا من الأخطاء التي وقعت من بعضهم، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تفاصيل ذلك في ثنايا كلامنا عن هذه الحقبة المباركة. نعم مباركة، وسنتوصل إلى هذه النتيجة إن شاء الله تعالى من خلال دراستنا لهذه الحقبة. ويقال حقبة ويقال حقبة، وكلا الأمرين صحيح. وأما ما سنطرحه إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة فهو أننا سنضع النقاط على الحروف، أعني أننا سنتكلم عن قراءة التاريخ. كيف نقرأ التاريخ؟ هل كلما وجدت أو وجدت كتابا تلقفته أو تلقفته وقرأته، هل هذا يكفي؟ أم أن لقراءة التاريخ طريقة يجب علينا أن نتنبه لها؟ نريد أن نعرف كيف نقرأ التاريخ، نريد أن نعرف من ماذا نحذر، نريد أن نعرف لمن نقرأ. هذه قضايا مهمة جدا، أن نعرف كيف نقرأ، لمن نقرأ، ومن ماذا نحذر. هذه قضايا مهمة جدا، إذا انتبهنا لها فسنسعد كثيرا أثناء قراءتنا لتاريخنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.